وسهلا بكم في دروس كيف تتعلم العزف على آلة الجيتار مع كارليتو عكام. المرة الماضية تكلمنا عن الهيستوري، عن التاريخ الجيتار من وين أتى، وحكينا عن الجيتار عبر العصور. بس أيضا اليوم قبل لا نمشي أريد منك تسوي لايك، تدوس سبسكرايب وتفعل الجرس، وإذا تحب تسوي كومنت على الفيديو مالتي انطيني في التعليق حتى أسمع لك شنو رأيك. اليوم راح نتكلم على آلة الجيتار نفسها، راح أعرفكم شنو هي آلة الجيتار وشنو أجزاء آلة الجيتار. الدايجرام مال آلة الجيتار أشرح لكم بالطريقة المبسطة. قبل كل شيء أكو أنواع جيتار، أكو مثلا أكوستيك، أكو كلاسيكال أكوستيك، أكو إلكتريك، أكو هواي أنواع، بس أنا أستعمل الكلاسيكال أكوستيك اللي هو الإسبانيش جيتار، الجيتار الإسباني. فراح أشرح لكم على هذا الجيتار اللي أنا أعزف به، وراح أعرفكم عليه بصورة مبسطة جدا. راح أعرفكم على جيتار جزء جزء. الجيتار عبارة عن آلة خفيفة جدا، تقدر تتنقل معك أي مكان تروح، يعني مع حقيبة جيتار. فعندنا هنا نبتدأ من الهيد، الهيد اللي هو رأس الجيتار، بعدين نبتدأ تونينج كيز هي المفاتيح الدوزان، بعدين عندنا النات، النات هو عبارة عن جسر صغير سترينجز تقعد فوقه، وعندنا فريت بورد اللي هي الرقبة، وعندنا الفريتس اللي هم الخطوط اللي تشوفوها، هاي الخطوط يسموها فريتس، وعندنا الاوتار، وعندنا البودي، هذا يسموه ابر بودي يعني الجزء الاعلى، الجسم الاعلى، وهذا يسموه اللور بودي الجسم الاسفل، عندنا الروزيتي اللي هي هذه الزخرفة يسموها روزيتي، وعندنا ساوند هول اللي هو الثقب الصوت. هنا انا عندنا الباك مال الجيتار اللي هو الظهر، هنا عندنا السايد الجوانب، هنا عندنا السادو وهذا يسموه البريج وين تشد اوتارك. هنا أنا بالمستقبل راح اتكلم شلون تحط الاوتار على آلة الجيتار. فهو هذا الجيتار، يعني هاي الاجزاء شرحت لكم عليها. قبل كل شيء بالجيتار لازم تعرف شلون تمسك الجيتار، الجيتار الى يعني شلون تجلس، طريقة الجلوس كلش مهمة، يعني اكو انواع مختلفة، اوكي راح اشرح لكم عليها هسه حتى تفهمون. مثلا من تقعد تعزف جيتار لازم يكون قعدتك مستقيمة، كل واحد عنده طريقة خاصة طبعا، بس حتى ظهرك لا يتأذى بالمستقبل. وأيضا أكو ناس تحب تقعد تحط الساق اليمين فوق الشمال، أنا أقعد هيجي. هاي الطريقة العزف أجت من باكو دي لوسيا، هو اللي اخترع هاي الطريقة. قبل لا نأتي للعصر الحديث عازفين الجيتار كانوا كلاسيكال، كانوا يعزفون هيجي، وأكو هواي عازفين لحد الآن يجلسون هاي القاعدة يعني، ويحطون اكو فديستاند هنا يحطونه ويجلسون يعزفون على طريقة العزف مالتهم. اوكي فهو كل واحد عنده طريقة، وفي ايضا طريقة اخرى اللي هي يحطون ستاند تحت القدم اليمنى اللي راح اشوف لكم اياها. هذه الطريقة ايضا انه في كثير عازفين يستعملوها، انه تحط ساقك اليمين تحطها على الفوت ستاند، هو اللي يسموه ستاند مال قدم يعني، حطها والناس تعزف عالي جدا. فهذه ايضا طريقة اخرى، بس انا الطريقة اللي اعزفها انا احب احط الساق اليمين على الساق الشمال اللي هيجي وارتاح انا اعزف. هذه الطريقة اللي انا يعني تعلمتها. الجيتار مكون من 6 اوتار، كل وتر الى اسم، والاوتار مصنوعة 3 اوتار السفلى نايلون شفاف او نايلون المعالج يسموه، والاوتار الفوق هي مصنوعه يعني اكو انواع حسب، اكو مصنوعه من البراس او النحاس او البرونز حسب يعني، وتحت الاوتار هيكونون شعيرات، اكو شعيرات خفيفه جدا تخلي الجيتار صوته غني ونقي. ومن اهم السترينجز اللي اني اختارها اللي هي داداريو او سافاريس، هذول صوتهم حلو جدا. نجي نتكلم عن كيف تمسك الجيتار. بعد ما تختار الطريقة اللي تحب تجلس بيها اللي هي على ستاند او على الساق، او شوف انت الطريقة، انا دا انطيك الطريقة المناسبة اللي لازم تمسك الجيتار حتى تعزف، وعلمك على الطريقة اللي مثل انا اعزف بيها. انا احط الساق اليمين مثل ما قلت على الساق الشمال، الجيتار يكون ساقي حتكون بين لوا بودي والابو بودي هنا، يعني ما يصير نحط الجيتار هيجي هنا او هيجي هنا، غلط، لازم يكون الساق بين اللور بودي والابر بودي، يعني الجسم السفلي والجسم الاعلى. انا احب اعزف بالاصابع لانه بالاصابع يكون عندك اكثر اختيارات شنو تقدر تسوي بالهارموني، يعني بحيث كل اصبع انه ينطيك نغمه بشكل، يصير تناغم موسيقي احلى.
هاد طريقتي اللي عزف، الطريقة الكلاسيكية أصلا. في ناس تحب تعزف بالريشة، يعني أنطيكم فرق، أنطيكم مثال بسيط جدا بين الريشة اللي هي البيك وبين طريقة العزف. راح أعزف لكم بالريشة مقطوعة المقطع صغير من موسيقى العراب بالريشة وبالأصابع، وأنتوا راح تشوفون الفرق. يعني هذه كانت طريقة الريشة، الآن راح أعزف لكم طريقة الأصابع. فهذا الفرق، يعني يكون عندك أكثر مجالات تقدر تحط هارموني، تحط أكثر فويسينجز. فبالنسبة لي أنا أشوفه يعني في شيء أحلى، فأنا هاي الطريقة أفضلها. بس هو كل واحد طبعا، يعني أكو ناس بالبيك بالريشة يبدعون، يعرفون شلون يشتغلون التكنيك مالتهم الخاص، بس أنا هذا التكنيك المتعلم هو اللي أفضله وأحس به أكثر فيلينج. نأتي على الجيتار، أعرفكم على الأوتار. الأوتار لها أسماء. الوتر الأسفل هو الوتر الأول لآلة الجيتار، وآخر وتر هو الوتر رقم 6، الوتر الثالث. فكل وتر إلى اسم. الوتر الأول E أو مي. الوتر الثاني B أو سي. الوتر الثالث G أو صول. الوتر الرابع دي او ري. الوتر الخامس اللي هو اي او لا. والوتر السادس اي او مي. الوتر الاول والوتر السادس هما نفس النوتات، بس واحد سوبرانو واحد بيز، يعني واحد سبرانو اللي هو النطة عالية والبيز اللي هو النغمة الواطية. غويدو دي إيريزو هو اللي اكتشف دوري مي فاصولاسي، هو اللي أسس الفكرة دوري مي فاصولاسي بالإيطالية في القرن 11، لكن بأيامنا هذه احنا نستعمل من السي للسي، فاحنا هاد الطريقة اللي راح نستعملها. أو عادي يعني مرات أحيانا اني راح أتكلم بالدوري مي، فراح نتكلم اللغتين حتى نتعود عليهم اثنيناتهم. نأتي الآن حتى نتقدم ونفهم بعض، وأنا دا أعلمكم لازم أنطيكم أسامي الأصابع الإيد اليمنى اللي هي بالعربي اللي هما الإبهام، السبابة، الوسطى، البنصر، الخنصر. أوكي، بس بالإنجليش هو thumb، index، middle، ring، little finger أو pinky. إيد اليسرى راح نمشي بالأرقام اللي هو number 1 2 3 4. الثام أو الإبهام راح يكون سند للجيتار، يمسك الجيتار سند فيه. كيف تمسك رقبة الجيتار؟ راح نتكلم الآن شون الدوزن جيتارك، شون الدوزن الآلة. من المهم جدا أنه لازم آلتك دائما تكون مدوزنة حتى أذنك تتعود على النغمة الصحيحة. قبل لا تمسك الجيتار لازم يكون الدوزان مالك جاهز، قبل لا تعزف يكون جيتارك مدوزن 100%. فراح أعلمكم شون تستعملون الدوزان. أكو أبليكيشنز بالتليفونات الحديثة، آيفون أو سامسونج أو أي تليفون، أكو أبليكيشنز جيتار تشونرز. هذول الأبليكيشنز أكو منهم فور فري أكو منهم بفلوس تنزلهم. أنا أستعمل أبليكيشن اسمها جيتار تونا اللي شكلها هاي. راح أشوفكم شون ندوزن الجيتار. أوكي، الوتر إي أول واحد، شوف دا يشوفني إنه شارب شارب، فحتى النزلة لازم المفتاح ننزله لما تسمع الرنة انت في الدوزان الصحيح. الوتر الثاني، الوتر الثاني منخفض لازم نعليه. اوكي، الوتر الثالث عالي لازم ننصي. والرابع
الرابع ايضا ناصي لازم نعليه، وتر الخامس هو يكون شارب لازم ننصيه، والوتر السادس ناصي لازم نعليه. هسه جيتارنا مدوزن وصوته انغامه كلها متناسقه. شلون تستعمل مفاتيح الجيتار؟ اوكي، انتو شايفين مثلا شلون نشد البراغي، البراغي كيف نشدها. اذا تريد تشده يعني تعلي النوطه تشده الى، لازم تكون كانك تفتح برغي، او اذا تريد تنص الجيتار تنص الدوزان كانك تشد البرغي، يعني هو بالعكس، عمليه بالعكس. فانت من تستعمل المفاتيح راح تعرف اللي يا هو الشارب او اللي يا هو الفلات. شنو قصدي بالشارب او فلات؟ الشارب هي رمز موسيقي، علامة موسيقية من تتعلم النوتة، انه النوتة تكون عالية، فلات تكون نوتة منخفضة. فيعني هذه النوتة تكون منخفضة، حتى نعليها يعني اذا تنتبه على الفلات صراحت لك سهم عليه، اذا تنتبه على الفلات اذا حتى نعليها صارت بين، صارت سنتر. وإذا كانت عالية لازم ننصيها. نأتي الآن على أبليكيشن اسمها المترونوم. المترونوم بالعربي يعني المسرع. ما هو المترونوم واستخداماته؟ هو جهاز لضبط وقياس سرعة الموسيقى، ويستخدم لغرضين أساسيين. الأول لغرض التدريب للطلاب أو المحترفين، الثاني لغرض توثيق السرعة في كتاب النوتات أو كتاب أي ورقة تقراها للموسيقى. من تعزف أو من تتدرب لازم يكون عندك فد جايد أنه تمشي عليه، اللي هي المسرع. أوكي، شنو هو المترونوم؟ المترونوم يساعدك شلون تضبط الايقاع مالك بالعزف. كل الاغاني او كل المقطوعات لها ايقاع، في مقطوعات ما لها ايقاع يعني فري ستايل يسموها او كالابوتشي، بس في اكثريه الاغاني 90 او 95% كلها على ايقاع. فاحنا من نجي نتدرب راح نتدرب كله مع المترونوم. ناتي الان لاول تمرين في اليد اليمنى اللي هو الاربيجيو. الاربيجيو تمرين وتكنيك يساعدك كثير تعزف مقطوعات رومانسية كلاسيكية. حلو، فراح نبدي نتعلم الاربيجيو اللي هو الاربيجيو النزولي. قبل كل شيء راح اشوفك شلون تحط ايدك على آلة الجيتار وتستعملها بالمكان الصحيح. مثل ما تكلمنا على الاصابع، راح اشوفكم شلون نحط اصابعنا اليد اليمنى على الجيتار، وهاي لازم يكون اوتوماتيكيا اول ما تمسك الجيتار. نتكلم عن الابهام، الثم. الثم تيجي تحطه على الوتر السادس، والإندكس على الوتر الثالث، والميدل على الوتر الثاني، والرينج على الوتر الأول. فإيدك أوتوماتيك لازم تجي وتجلسها هيجي على الجيتار. الآن راح نتكلم عن الأربيجيو نزولا. بهدوء تضرب الوتر الثالث في أصبعك الإندكس، تضرب الوتر الثاني في أصبعك الميدل، بعدين تعزف في الرينج فينجر على الوتر الأول. إذا تلاحظ أنا بس دا أحرك أصابعي، يعني أصابعي الوحيدة تحرك، ما عم بحرك إيدي. فأريد منك التمرين الأول بهدوء أيضا، راح اشوفكم شلون نسوي الوزن 3 على 4 بسرعة 60 للاربيجيو النزولي. نروح على اعدادات السيتنجز اللي هي هنا، نروح على اعدادات السيتنجز اللي هي هنا، نختار 3 4 التمرين الاول، ترجع على سرعة 60، تعلي الصوت شوية، تدوس بلاي. سو 1 2 3 1 هيجي تتدرب مع المترونوم بهذه الطريقة. الآن راح نتكلم
عن الأربيجيو صعودا، ولو بالعكس اللي يبدي من الرينج فينجر ميدل والإندكس. نسوي هذا التمرين مع المترونوم. راح نستعمل نفس الوزن 3/4 على 60 BPM. 60 BPM، BPM معناها BPM يعني beat per minute. Beat per minute وهو معناها الإيقاع في الدقيقة. 1 2 3. الآن نسوي نزولا وصعودا على وزن 4/4 بسرعة 60، راح يكون هكذا. تمرين الثالث، كما لاحظتوا أنا بس أصابعي اللي عم تحرك، يعني ما عم بعزف. مهم جدا تتقن إيدك كيف تعزف. والآن رح نعزف وزن 6/8 بس على سرعة 30، أوكي؟ مهم جدا إنه تعزف شوية شوية على كيفك. أول شي لما تعزف ماكو داعي تعزف مع المترونوم، اعزف فري لحد ما عضلات إيدك والذاكرة مع الأصابع مالتك تعرف شلون تقعد على الجيتار، بعدين استعمل المترونوم، اتدرب مع المترونوم. الآن نأتي إلى نزولا وصعودا مع البيز، هذا التمرين مهم جدا، رح أشوفكم شلون نعزف. الثم أو الابهام راح يكون على الوتر السادس، والأصابع الثلاثة الاندكس ميدل رينج راح تكون نفس المكان. فبهدوء نعزف على الوتر السادس ويستريح على الوتر الخامس هكذا. بعدين من الوتر الخامس نريحه على الوتر الرابع. بعدين بعد ما نعزف الوتر الرابع بهدوء يصعد مرة ثانية على الوتر السادس. فالعملية حتكون هكذا. مع المترونوم تجي على الاعدادات 6/8، اكسن تختارها على 1، بعدين ترجع تأكد انه سرعة 30 وتبدأ. 1 2 3 4 5 6 1. اليوم تكلمنا على الجيتار كيف تجلس وطريقة الجلوس وكيف تمسك الجيتار، وتكلمنا أيضا عن التكنيك، وتكلمنا عن أصابع الإيد اليمنى. هذول كلهم لازم تحفظهم، لأنه حتى من أتكلم معك مرة القادمة بدروس القادمة أنت أوتوماتيكيا راح تعرف أنا إيش دا أتكلم. وأعطيتك أيضا 4 تمارين اللي هو الأربيجيو نزولا، أربيجيو صعودا، أربيجيو نزولا وصعودا، أربيجيو مع البيس نزولا وصعودا. هذول اتدرب عليهم وإن شاء الله أراكم الأسبوع القادم. ولا تنسى أنك تسوي لايك وتسوي سبسكرايب وتفعل الجرس، وإذا تحب تسوي أي كومنت تسألني أي سؤال أنا راح أرجع أجاوب عليك، وإذا عندك أي شيء تريد تسألني على المسج الخاص أنا أيضا راح أجاوب عليك. وأي واحد يحب يدرس دروس خصوصية معي على الزوم بإمكانك التواصل معي عن طريق الفيسبوك أو الإنستغرام أو عن طريق المسج في اليوتيوب، أو اترك لي كومنت بأي مكان وأني راح أشوف الكومنت مالك وأرجع لك. شكرا جزيلا وأراكم الأسبوع القادم.
سفيان عكام الملقب بكارليتو. شكرا.